رحم الله من أحيا أمرنا، رحم الله من أخفى سرنا، ذوبوا في همنا فهداكم بنا وهوانا. السلام عليكم، تحية طيبة سادتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان، كما نجدد التعازي والمواساة إلى جميع الموالين وإلى مراجعنا العظام وإلى صاحب الأمر والزمان بشهر الأحزان، شهر محرم الحرام. أحبة المشاهدين، نلتقيكم بجولة صباحية جديدة لبرنامج صباح كربلاء. أحبتي، سؤال التفاعل لهذا اليوم، ما هي أبرز الدروس المستوحاة من قضية عاشوراء؟ أحبتي تعالوا معنا نتعرف على طبيعة الآراء. ولا نحبه لي يخالف هالفهم، ابدا ما وعلينا ولا يفهم معانينا ولا يمكن يوالينا بقلوب عاد اللي والانا. شرى والله عداوتنا من يكفر في شيعتنا. تضحية الحسين ماكو بشكلها تضحية بالعالم كله، فتعلمنا من الإمام الحسين التضحية والوفاء والعدل، وكل خدام الحسين يضحون في سبيل الالتزام بالوقت والالتزام والتعامل بين الناس، لأن الحسين مدرسة، وعلمنا هاي المدرسة أنه نتعلم شنو الحسين. الحسين مدرسة، الحسين ثورة، الحسين ثورة إسلامية، لازم احنا نكون نتعلم من عنده الصبر، نتعلم من عند الأخلاق، نتعلم من عند حسن الجوار، نتعلم من عند السلام بين الناس بدون أي مشكلة أو بدون أي شر بيني وبين الناس. هو هذا الحسين. أبدي كلامي كل ما عندنا من الحسين. وقعت عاشوراء بالأحرى علمتنا كل شيء له صلة بالشجاعة، بالقيم، بالمبادئ، بالتضحيات، بالإباء. يعني شنو أحكي على واقعة الطف؟ الإمام الحسين عليه السلام ضحى بكل ما يملك من أجل هذا الدين، أن يظهر للإسلام، أن يظهر الإسلام، وأن يعني أهل بيته وأولاده وإخوانك قدمهم كلهم في هذا الطريق. تعلمنا من التضحيات والشجاعة والصبر. إحنا الآن نعيش مصيبة كربلاء، الآن نعيش مصيبة الحسين الذي جسد معاني الإنسانية في هذا الموقف الشريف الذي أتى به لإثبات قوة وصلابة الإسلام. الحسين سفينة النجاة، الحسين جاء لينصر المظلومين، الحسين جاء لتثبيت الراية الكبيرة للإسلام، الراية التي طالما حلمنا بها أن نكون ضمن هذا الواقع الإنساني الذي جسده الحسين بتضحياته. تعلمنا كيف نكون مظلومين وننتصر، وهذه الرسالة، رسالة الحسين الذي أرسلها لنا ولكل شيعة محمد، أنه يجب على الإنسان من يريد يثبت أو يريد يقدم ما يتمناه المرء في سبيل رفع راية الإسلام هو التضحية والإيباء في هذا الشهر المحرم. نعم سادتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان، هذا ما يسمح به وقت الجولة، انتظرونا في جولات قادمة، وهذه عودة إلى الزملاء في الاستوديو.